السلام عليكم إخوان، اليوم راح نتعلم طريقة إصلاح الليد سبوت الخاص بإنارة المنازل والمحلات. بالبداية راح نجيب السبوت ونحاول نشغله. طبعا لا يستجيب، راح نفصل الكهرباء. وبالبداية راح نفحص المحول الكهرباء الخاص فيه. بالفحص العيني راح نلاحظ وجود المكثف الرئيسي، مكثف التنعيم، تالف بشكل كبير. لو تلاحظوا شلون البلاستيك سايح عنه. الآن راح نحاول نغيره بواحد جديد، وإذا ما توفر مكثف جديد من أي دائرة بنفس المبدأ من نستبدله مكثف آخر. نوصل المكثف السالب على السالب والموجب على الموجب نفس المكتوب على اللوحة. الآن بنحاول نختبر المحول ونوصله بالكهرباء. الآن بنحاول نقيس الفولتية اللي بيخرجها. في خرج حوالي 80 فولت. إذا المحول الآن شغال 100%. بنركبه نركبه بالهاوس الخاص فيه. بنحاول نختبر السبوت مرة أخرى بعد ما صلحنا المحول. لكن نفس النتيجة، ممكن في مشكلتين اللي هو المحول، وكمان في مشكلة بالسبوت، بالليدات الخاصة بالسبوت. راح نبدأ نفك السبوت بشكل كامل عشان نشوف وين الخلل. بالبداية بنشيل الزنبركات على الجنب،
كل البراغي كاملة. نشيل طبقات المشتت الضوئي حتى نصل للليدات، وبالنظر العيني راح نلاحظ اي تفحم او حرق في الليدات، لانه بكون واضح يعني اذا فيها حرق عن طريق سواد يعني بكون على الليد. الان وجدنا لدين فيهن حرق او نقاط سود، هذا بيعني انهن تالفات. ولحل المشكلة هاي راح نزيل البلاستيك اللي بيغطيهن او الطبقة اللي بتعكس الضوء على كل لد، اي قطعة اي كتر او سكينة. راح نعمل على وضع جمبر على كل لد، يعني نعمل توصيلة بين اللدات. راح نعمل جمبر الان بالكاوي والقصدير، فقط انه نوصل النقطتين ببعض. مثل ما انتم شايفين الان بعد ما وصلناهن راح نحاول نجرب مرة ثانية ونوصل المحول. نوصل المحول بالكهرباء وراح نشوف النتيجة. مثل ما بتلاحظوا الليد سبوت اشتغل بشكل جيد وانحلت مشكلته. كانت عندنا مشكلتين، اللي هي البداية المحول كان المكثف فيه ضعف او بالاحرى تالف استبدلناه، كمان كان في مشكلة بالسبوت نفسه اللي هو اللدين محروقات، برضو عملنا لهن جمبر وحلينا المشكلة. تبقى علينا انه فقط نجمع اللد ونختبره اختبار نهائي. تابعوا معنا. الآن راح نختبره الاختبار الأخير، نوصله مرة ثانية بالكهرباء. مثل ما بنلاحظ اشتغل الليد بشكل ممتاز، وبهيك حلينا المشكلة. شكرا لمتابعتكم، نلقاكم في فيديو جديد.